عسلامة عسلامة. لي تخي بلال، نزلت ما ركبتش ناقص البلازما والضو وكل حاسيلو. احنا نحسب روحنا داخلين من الباب هذا هكا حجرة الصلاة، احنا نصليو بالواحد هكاك ساعات نتيمو ولا حاجة نصليو هكاك. قاعد هيك المغواق اللي قلت لك نجمو نحطوها حتى مع الفاسك في الكيتشينات. لي تخي بلال، مبروك عليكم الطريق الجديد من امريكا، معناها تولي الصين تحول السلع، ما عادش من بلايص من اماكن، معناها اماكن البيراتاج وكل، ويقعد الجيش يحرس، ومعناها متاع السعودية يحرس وكل، واللي تتعدى من امريكا ديريكت شقوا أمريكا في اثنين، ولا فما هناك ممر معناها كما مضيق سيناء. الطريق الآمن، علاش قلت لك الطريق الآمن بالعين الحامية اللي تحمي وليست اللي تحسد. راهو معناها الطريق ينجم يهز لا 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 من طريق سيناء تنجم تتعدى زيدا أرى، أما تتعدى للمناطق اللي قريبت لك يبقى لك الطريق معناها الآخر اللي من جهة أمريكا من الصين ومن خلف القارة، يتسمى من خلف القارة التقيل وراء القارة التقيل بالار صافي كما عملتوا لك أنا فيها أمان بإذن الله. غيرت غاسة ستابلو تعملت الحكاية هذه، مهم فما الطريق الآمن. نحبوا نتذكروا الطريق الآمن اللي تعمل من مضيق أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية غاسة ستابلو. أنو ثبتوا فيه بالباهي مروا ويدخل من مضيق المغرب زي طارق المغرب وإسبانيا. مفهمني ناس يلعب تجي من غادي. مش الكل عادة الأخرى كما قلت لك الأخرى من مضيق سيناء يقعدوا معنا الخليج وتركيا وكل بلايس هذوكم معنا قراب من شي هذيك، أما الأماكن بعيدة كما إنجلترا وكل تعدي من مضيق أمريكا الشمالية والجنوبية. معناها ماكش تحضروا روحكم في المغرب ولا في اسبانيا باش تحلوا لي بيغو غادي نتاع التجاره، احنا نصنع وحدنا انو احنا كيفها اوكي، احنا نصنع نوليو نصدروا من غادي من المكان هذاك من مضيق طارق نصدروا ها والمغرب باهي ان شاء الله تجارة من حسن لأحسن للناس الكل للعرب والمسلمين ولشمال إفريقيا ولمصر. أمل سلامي. من هي أمل سلامي؟ من هي أمل سلامي؟ أمل سلامي. من هي أمل سلامي؟ أنا يا مات سلامي. دي تتكلم مش ياسر مش ياسر مش ياسر مازلت مش الركب جيت هنا تبع الفرفرجي. أنا معاكم ما تنسونيش خاطر أنا كنت قبل كما قلت لكم منعوني من كل شيء أنا حد شيء معناها يزمني ما نعمل شيء، ما ملا شيء نصنع كل شيء. تبارك الله شوف الفيرفورجي شوفك الزينة ها؟ فرد واحد الميكرون نعمله غادي والفور وهيك الغاز البلاك يبدأ فما، وكما قلنا من تلي بلار هكا يمنع ليتاش وكل حاجات هذيك، والزينة اللي فيها لما معناها ملا شيء نصنع كل شيء بإذن الله. الفايدة في المخ. المخ حتى يحطوا لي ساعات صحافة تحل عليا باش تسرق الأفكار اللي في مخي وتعطيهم ترجع لي بالإفادة، معناها الناس تعرفني أنا فهمت، تعرفش واحدة تشبه لي فهمت شتو كيفاش خطر
هفيت، يعرفوني انا ديريكت، انا اللي عملت الافكار هذه، معناها فيت افدت بالافكار هذه لله في سبيل الله، وما مخديت حتى مليم وما حشتيش. معناها الفايده في ان العالم يعيش في سلام. عنو جبتو كلمتو اللي مشيت عدا الأمريكا الشمالية الأمريكا الجنوبية، والتصلع والحوت والحوت والرزق والفلوس ليكم. راوينا فرحانة ليكم، انتوما ما تلقاوش واحدة فرحانة تعطيكم الفكرة وزيد تفرح لكم. أمل بالسلام، ما تنسونيش عاد شنو، ما تكونوش معناها خرشة كما يقول خرشي، معناها قليل العرفان. ها أوكي أوكي، نحبك تتذكر أمال بنت محمد السلامي بن بشير بن حسن السلامي، أوكي، الحسيني عهد سيدنا محمد. أوكي، هاي نزيد أنا باش نحي، نحاول نحي الفلاش ونصور. ها هكا سافا، هكا سافا. انا سلامي سافا غادي هكا عايشه. سي تري بو، نزلت كي قمت من النوم هكا نزلت نصور يا ربي معكم. أهني أمريكا الجنوبية والشمالية. سيء، وتعدى وتعدى لجت قاروحه في التجارة، بسم الله ما شاء الله، قاروحه في الطريق الآمن، ما فماش معناها، خاطر كانوا قبل يجي في القرن الأفريقي، ومعناها ولابد هذاك البارجات متاع السلع العباد التجار مسكنات، معناها تعذبوا الكل، تسرقوا، فهمتش، يفك لك كل شيء حتى أسلحة وكل، وبعد يستعملهم يرعبك، فهمت؟ قد الجيش العربي معناها مسكين في 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 ضيق كبير، معناها مكل التجارة هذيك الغير شرعية، معناها متاع السرقات وكل البيراتاج، فهمت؟ فلسوا خطر التجار، فهمت؟ وبيفلس التجار تفلس الدولة ويفلس الجيش والناس الكل، معناها. أما لكن إذا كان فما طريق آمن، الناس الكل ما تستحقش باش تتنازع، الناس الكل معناها تاكل، الناس الكل تعيش، الناس الكل تعيش في سلام، الأمل في السلام، إن شاء الله ديما حيين سلمين بخير. إحنا نصنعو، إحنا نصنعو ونصدرو يلزم، أوكي، خاطر إحنا أصحاب الفكرة، أمل سلام. ونخلصو، أي سختو مش الفايدة في التصدير هكاو، أنك يخلصك. انا شنو اللي منعوا عليا ما يخلصونيش، تو سامبلومون، ولي ما نجمش نعمل الصنع نصنع معناها، اما انك باش تخلصني ما يخلصنيش، نتعب وانا ما نحبش نعمل حاجات مشومه، معناها ماذا بيا الطريقه ديما تكون حسنه وباهية باش يخلصني الانسان ونصبر على العبد. اي ربي مع الكل، امل سلامي.